العين ان شاء الله العين. بطل بالعرض اهلاوي الكلام. دقت ساعة الحسم وحان اليوم المنشود الذي ينتظره بشغف عشاق البنفسج والفرسان. إنه يوم التتويج باللقب الأغلى، كأس صاحب السمو رئيس الدولة. أهلي أهلي أهلي. جماهير الأهلي وبعد تحقيق جميع البطولات المحلية كانت متأكدة بأن فرسانهم لن يخيبوا الأمال مرة أخرى. 3-2-1 للأهلي إن شاء الله. إن شاء الله الأهلي راح يفوزوا وراح يغلبوهم إن شاء الله. 2-1 للأهلي والأهداف صياو وجرافيتي إن شاء الله. في المقابل العينويون وبالرغم من موسمهم الباهت كانوا مصرين على أن الزعيم سينتفض وسينقذ الموسم. العين يطلع من الموسم بدون بطولة، هذا شيء مستحيل في كرة الإمارات يعني. أكيد بيفوز العين إن شاء الله. 2-0 توقعاتنا يا طويل العمر. 3-0 صالح العين. جايين من العين بنفجرها وبنشيل الكاس، وهذا أداء الجمهور العين. إن شاء الله العين يفوز. آمين. تسعون دقيقة من نار للقبض على الكأس الغالية، فهل ستكون السادسة للعين أو التاسعة للأهلي؟ فلتبدأ الإثارة. يلعب على الطرف الشمال اللي محمد فايز يتقدم، عنده مساحة، عنده ملعب، عنده أرض، يحاول يكسب، يطلعها بعرض الملعب، كرة تطلع قدام الجول، جول جول، مش لقب غال للزعيم أنقذ به موسمه الباهت وثأر لهزائمه المتعددة أمام الفرسان هذا الموسم ليضمن تأهله إلى دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل. كلام خلص، خذنا الكاس، الكاس صادر من العين ويرد العين. أثبتوا أنهم رجال رجال، والأسيوية جاية إن شاء الله. المشكلة مرة تسلم الجرة، العين صح، العين عمره ما مات. الأهلي الذي اكتسح الألقاب المحلية منذ بداية الموسم اكتفى بثلاثية تاريخية ستبقى محفورة في ذاكرة كل أهلاوي. اليوم سياو سياو فارق يعني مول ما أدى، يعني مو بسياو اللي نعرفه، لكن الحمد لله خذنا الدوري، خذنا كاس سوبر، خذنا كاس المحترفين، وإن شاء الله ليايات أكثر. مبروك حق العين وهارد لك، ويستاهلون صراحة العيناوية، وهارد لك الأهلاوية. حققنا 3 بطولات السنة، إن شاء الله السنة الجاية بنحقق 4 بطولات تاريخية إن شاء الله. والله الحمد لله على الخسارة، شو نسوي بس، هاي كرة قدم.
يوم فوز يوم خسارة. أمسية عينوية بامتياز، سطرت اسم الزعيم بأحرف من ذهب وأنسته جميع مصاعبه هذا الموسم.